برفقة ثلاثة صحفيين وفي سيارة مصفحة انطلقت بسرعة فائقة وسط الظلام الدامس من فندق ريكسوس. تصل سيارة إلى أحد مداخل باب العزيزية. بهذه الضحكة يقلب سيف الإسلام الوضع رأسا على عقب ويخلط أوراق الثوار الذين أعلنوا اعتقاله. صحفي طلب من سيف الإسلام مرافقته في السيارة لنيل سبق صحفي، ولكن الأخير تحجج بعتاد السلاح المكدس في المقعد الخلفي. دكتورة طلعك في السيارة؟ لا زحمة، أنا فيها معدات فأمشي وراي. الكل استغرب ظهوره وتنقله إلى حد مساءلته عن إشاعة اعتقاله. أولا تفنيد لكل الإشاعات والكلام، الناتو والغرب عندهم تقنية عالية، شوشوا على الاتصالات، عملوا رسائل للشعب الليبي مش عارف عن طريق الشبكة الليبيانة. وها هو سيف بين بعض الجماهير المناصرة لنظام والده مبتهجا، وكأن ساعة الهزيمة انقلبت له نصرا. قيس أبو ربيع، العربية.